تقدم جمعية طيبة للإعاقة الحركية للكبار عدة مبادرات لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن، كصيانة كراسي المعاقين وتوفير صهاريج المياه، كما تقدم الورش المتنقل لصيانة سيارات ذوي الإعاقة في المدينة المنورة ومحافظاتها كذلك. لتفاصيل أكثر معنا من المدينة المنورة مراسلنا وائل رفيق. أهلا بك وائل معنا، يعني ضعنا في صورة ما تقوم به جمعية طيبة للإعاقة الحركية للكبار ومبادراتها. أهلا محمد وأهلا بالسادة المشاهدين الكرام. حقيقة نتواجد الآن في مقر أو أمام مقر جمعية طيبة للإعاقة الحركية بالمدينة المنورة، هذه الجمعية الفتية والتي تقدم العديد من المبادرات، وأسعدنا أن نتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل وأن يكون معنا الأستاذ محمد زاهد أحد مؤسسي هذه الجمعية. حياكم الله أستاذ محمد، وفي عجالة نود أن تحدثنا عن المبادرات التي تقدمونها. الله يحييكم أستاذ وائل وشكرا للإخبارية. الصراحة عندنا عدة مبادرات في الجمعية في هذه الجائحة، من ورشة صيانة لكراسي المعاقين في منازلهم، وكذلك عندنا اللي هي صيانة الكهرباء والسباكة للحالات الطائرة للمستفيدين وكذلك المتضررين من هذه الجائحة، وعدة برامج وخدمات منها السلال الغذائية، وكذلك عندنا شراكة مع وقفة عبد العزيز الشندي، عندهم يعني كعدة خدمات تقدموها. فنقدم الشكر يعني لفريق عام للجمعية كاملة، يعني عندهم فريق متكامل على رأسهم الأستاذ عبد المحسن القشعمي وجميع الشباب المتطوعين، وتفضلوا مع المهندس. يعطيكم العافية أستاذ محمد. أستاذ عبد العزيز شندي، أنتم داعمين لهذه الجمعية وأحد الروافد لدعم هذه الجمعية، نود أن تحدثونا عن دعمكم أيضا. شكرا أستاذ وائل وشكرا على استضافتكم، ونأمل من الله أنه تنفك الجائحة هذه على خير. احنا برنامجنا او عندنا عدة مبادرات مع جمعية طيبة الحركية. عندنا مبادرة اللي هو الصيانة المتنقلة، اي اعطال لاي سيارة بتوردنا من وزارة الصحة او الامن العام او المرسول او اي شخص في اي وقت يكون سيارته معطلة فتطلع السيارة. عندنا سقي الماء باسم وقف عبد العزيز الشندي. شكرا لك، يعطيكم العافية. طبعا هذا جزء بسيط من المبادرات التي تقدم هنا في المدينة المنورة من خلال جمعية طيبة ومن خلال الأوقاف الخيرية الكثيرة في المدينة المنورة والتي تدعم هذه الجمعيات. أخي محمد الكلمة لك. شكرا جزيلا وائل رفيق من المدينة المنورة ولضيوفك كذلك.